انا يا مع الصباح ما لقيتهمش، عيت ما ندق لهادو كانوا هنا مبلعين غير الباب برا محلوله دخل كلشي مبلع. يا سعاده وملي مشيت عند كندق عليهم في الديور ديالهم اللي في كاين ما كاينينش تما مره، وانا عندي الجرح جايه باش نتعالج ما غير بدوا لي الفاصل ما شي حاجه ما لقيتش. بقينا هنايا شحال كنستناو عاد مشينا نروحو. واش هاد الحاله وقعت لك غير اليوم ولا كانت قبال ولا؟ ولا راه حنايا انا كنا كنجيو كنا كنلقاوهم هنا مره مره، دابا هاد النهار ما لقيناهمش هنايا مره. باش مساعد جيت هنا. دابا حنايا راه حنا كنجيو مراضين خصنا نتعالجو، كنجيبو ولادنا مراضين خصهم يتعالجو. كنمشيو دابا للطبيب، اي طبيب كيمشي كنقول لك سير للطبيب د الحومه، مثلا بدل البنده، سير للطبيب د الحومه ديروا لي باري ديالكم، كيعطونا لي باري سير للطبيب د الحومه يدير لكم الفرمليات لي باري. كنجيو ما كنلقاوهمش هنايا. واش من ساعة جيت هاد الصباح؟ شو من ساعة جينا مع الصباح 11 ونص. حتى انا كندق عليهم بيدي ما لقيتهمش. نجي باش كنعالج بدل البيلدا عندهم ديك الجهة يعني كان شحال درت كيقول لي ما تبشرش براسها. علاش كتبدل البيلدا؟ كامل عندي العملية على المرة، راه باقي الجرح عندي مريض كيبدلوا لي البيلدا. كنجي هنا باش كنبدل الدواء ديالي. إلا عطاوني الدواء نمشي لبارا ولا شي حاجة كنجي ندقهم هنايا حيت ما عندي فاش نمشي. عندي الدراري الصغار عندي باش نحمل أنا ولدي أنا تحت مزايا وكنشتا ما خصني ينفعني. إلا ما فعلناش الطبيب هاد الدولة أنا شتو غادي ينفعني.